السلام عليكم الإخوان، أخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد كتسمى الفيديوهات اللي سنديرو في القناة ديالنا وعلى الصفحات ديالنا الفيسبوكية من أجل التوعية ديال الشباب وحاملي المشاريع والناس اللي خدامين في القطاع الفلاحي. اليوم جينا باش نشرحو القرار أو النص القانوني الذي أصدر في تاريخ 24 فبراير 2020. هذا القرار هو الدعم المالي والمساعدات الدولة المصادقة على المنتوجات النباتية والحيوانية، يعني الناس اللي خدامين في القطاع الفلاحي وخاصة البيو، يعني النباتات البيولوجية والحيوانات البيولوجية والمنتوجات ديال النحل. هذا القرار هو واحد القرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. خرجوا لنا بهذا القرار هذا لتحديد نسب وأسقف وكيفية منح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتوجات النباتية والحيوانات وتربية الحيوانات ومنتوجات النحل المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. يعني هنا الناس اللي كتخدم بالنمط الإنتاج البيولوجي، يعني الناس اللي تخدم بالبيو، هذا القرار المشترك خرجوا وقالوا لنا بأن الدولة تعطي مساعدات للناس اللي خدامين في البيو. نشرحوا الأهداف والشروط كما العادة، الأهداف من وراء هذا القرار والشروط اللي لازم على أي واحد أنه يطبقهم باش يستفد من هذا الدعم المالي، وشنو هما الإدارات والوثائق، كلشي إن شاء الله غادي نشوفوه بالتفصيل. هنا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على قانون رقم 39/12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/12/63 بتاريخ 4 ربيع الأول 1434 الموافق ل 16 يناير 2013. وعلى هذا المرسوم رقم 2/18/13 الصادر في 8 رجب 1433 الموافق ل 26 مارس 2018 بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتوجات الفلاحية المحصل عليها وفقا نمط الإنتاج البيولوجي ولا سيما المادة 2 منها. هنا غير تنقراو يعني ماذا جاء في النص القانوني، يعني هنا تنتحدثو قانونيا، هذا القانون اللي تنشر في الجريدة الرسمية. وعلى المرسوم رقم 2/85/891 الصادر في 18 ربيع الآخر 1406 الموافق ل 31 ديسمبر 1985 المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي كما وقع تغييره وتسميمه. يعني هنا هاد القرارات هادو كانوا ديما تيجيو في التغييرات وفي التسميمات ديالهم، يعني دائما تدخلوا عليهم تغييرات وتعديلات في القوانين. يعني هنا تنتكلموا على التشريع. وبعد الاطلاع على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 271/15 الصادر في 8 ربيع الآخر 1436 الموافق ل 29 يناير 2015 بالمصادقة على دفتر تحملات النموذجي المتعلق بإنتاج البيولوجي للمنتوجات النباتية ونشره ولا سيما المادة 5 منه، وعلى قرار وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2986/17 الصادر في 18/04/1439 الموافق ل 7 نوفمبر 2017 بالمصادقة على دفتر تحملات نموذجي المتعلق بإنتاج بيولوجي لحيوانات التربية ومنتجات النحل ونشره ولا سيما المادة 8 من. قرروا ما يلي، يعني هاد الناس هادو قرروا ما يلي. هنا غادي نتحدثوا على تطبيقا للمادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه، يعني المرسوم اللي قرينا قبيلة وفيه المواد رقم 218/13. تحدد نسب أسقف مساعدة الدولة الممنوحة للمنتجين للمصادقة على المنتوجات النباتية وحيوانات التربية والمنتوجات النحل المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. يعني هنا تنتكلموا على المنتوجات النباتية، تربية الحيوانات ومنتوجات النحل المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. يعني الناس اللي خدامين في البيو، هذه الإعانات خاصة بالناس اللي خدامين في البيو. أولا المنتوجات النباتية، عندنا واحد الجدول هنا غادي نشرحوه مزيان. مساحة ووحدة الإنتاج، نسبة الإعانة والأسقف بالدرهم للوحدة في السنة، يعني تساوي أو تفوق 0.5 هكتار وتقل عن 5 هكتارات. يعني هنا خاص الأرض اللي غتكون عندي من نصف هكتار حتى 5 هكتارات، من نصف هكتار حتى 5 هكتارات، ولا يمكن أن اللي فات 5 هكتار أنه يستفد، أو اللي عنده قل من نصف هكتار أنه يستفد. يعني هنا حددوا لنا مساحة ديال الأرض، يعني نسبة الإعانة 90%، الأسقف بالدرهم الوحدة في السنة هي 10,000 درهم، يعني هنا قد يعطوك 10,000 درهم، تساوي أو تفوق 5 هكتار وتقل عن 5 هكتار وتقل عن 10 هكتار. هنا درت خطأ، هنا درت خطأ، يعني هنا غير حددوا لنا نسب المساحات ديال الإنتاج. يعني هنا درت تساوي أو تفوق 0.5 هكتار وتقل عن 5 هكتارات، هنا تساوي أو تفوق 5 هكتار وتقل عن 10 هكتارات. يعني هنا إذا كنتي ما بين نديرو هكتار وخمسة غد تاخد 90% ديال الإعانة والأسقف 10,000 درهم، تساوي أو تفوق 5 هكتار وتقل عن 10 هكتارات عندك 70% وعندك 20,000 درهم، تساوي أو تفوق 10 هكتار وتقل عن 20 هكتار، نسبة الإعانة 70% والأسقف بالدرهم عندك 30,000 درهم، تفوق 20 هكتار نسبة الإعانة 70% والأسقف 40,000 درهم. هادو بالنسبة للناس اللي تيخدمو على المنتوجات النباتية، يعني عندك 10,000 درهم، 20,000 درهم، 30,000 درهم، أو 40,000 درهم. حيوانات التربية ومنتوجات النحل تساوي الإعانة، نسبة الإعانة 80% من التكلفات الإجمالية للمصادقة على حيوانات التربية ومنتوجات النحل مع سقف 25,000 درهم لفائدة وحدة إنتاج في السنة. يعني واحد الوحدة ديال الإنتاج عندك 25,000 درهم.
المادة 2 تمنح الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه لمدة 3 سنوات لكل وحدة، يعني عندك 3 سنوات، السنة الأولى، السنة الثانية، والسنة الثالثة. يعني مثلا هاد الناس اللي استفدوا ب10,000 درهم في السنة الأولى، 10,000 درهم في السنة الثانية، و10,000 درهم في السنة الثالثة، يعني عندهم 30,000 درهم. هاد الناس غادي يستافدوا من 30,000 درهم على مدة 3 سنوات. بالنسبة للإنتاج الحيواني ومنتوجات النحل عندهم 25,000 درهم، يعني 25,000 درهم و25,000 درهم في السنة الثانية هي 50,000 درهم، في السنة الثالثة 25,000 درهم إضافية هي 75,000 درهم في 3 سنوات. المادة الثالثة، هنا غادي نشرحوا الطلب والإعانة. يودع طلب الإعانة برسم كل سنة من السنوات الثلاثة المذكورة في المادة 2 أعلى مقابل وصل إيداع. يعني ملي كندير طلب الإعانة خاصني ناخد واحد وصل ديال الإيداع لدى المصالح المختصة للمديرة الإقليمية للفلاحة أو للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي المتواجدة بها وحدة الإنتاج. يعني غادي ندير طلب الإعانة وغادي ناخد واحد الوصل بأنني حطيت طلب في الإدارة. شكون هما هاد الإدارات؟ الإدارات المتخصصة للمديريات الإقليمية للفلاحة، المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي المتواجدة بها وحدة الإنتاج. يعد هذا الطلب على أساس وثيقة مسلمة من لدن هيئة المراقبة والمصادقة تثبت بأن وحدة الإنتاج في فترة تحويل إلى نمط الإنتاج البيولوجي، وعلى أساس شهادة المطابقة التي تثبت أن وحدة الإنتاج مصادق عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. هنا غادي نربطوها بواحد القضية كنا تكلمنا عليها وراه كاينة في لاشين ديالنا، هي لونسا، شهادة لونسا. يعني الشروط ديال لونسا اللي كنا تكلمنا عليهم والناس اللي كانوا خدموا على انهم يشدوا شهادة ديال لونسا، هنا غادي نزيدوها البيولوجي، يعني شهادة لونسا بالبيولوجي، يعني بالبيو. كيفاش غادي نشتغلوا؟ يعني هنا شنو هما الشروط ديال البيو وشنو هما الاساسيات، شنو هما الطرق اللي كنشتغلوا بهم البيو، يعني شي حاجه طبيعي. ومازال غادي نرجعوا ان شاء الله في فيديو اخر ونشرحوا لكم شنو هما الاساسيات ديال البيو. يعني البيو باش انا نخدم البيو عندي واحد مجموعه ديال الشروط خاصني نحترمها في العلاقه ديالها مع لونسا، باش تعطيني انا لونسا بانني عندي بيو وغادي نستافد بها من الاعانات. يعني هنا كاينين واحد المجموعه ديال الشروط مازال غادي نرجع لهم ان شاء الله في فيديو اخر جديد، وغادي نشرح لكم شنو هما الاساسيات ديال الانتاج البيولوجي. غادي نرجع للوثائق، يعني شنو هو الطلب؟ اولا يرفق هذا الطلب بملف يتكون من الوثائق التالية. اولا طلب الإعانة، يعد سحب النموذج الموضوع رهن الإشارة صاحب الطلب لدى المصالح المختصة المذكورة او الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالقطاع الفلاحي. يعني هنا خاصني انا نمشي للموقع الالكتروني، الموقع الالكتروني الخاص بالقطاع الفلاحي، الموقع الالكتروني ديال المصالح. شكون هما هاد المصالح؟ هي اللي تكلمنا عليهم هنا، ها هما عندنا المديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار. غادي نمشيو للموقع الالكتروني ديال
مديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، كنمشيو للموقع الإلكتروني ياك، كنسحبو منو النموذج، كاين واحد النموذج واضعينو تما، غادي تمشيو غاديليشارجيو داك النموذج الموضوع، راهنا إشارة صاحب الطلب، غادي تجبد هداك تيري، غادي تيري داك النموذج من السيت من الموقع، غادي تعمرو وغادي ننتقلوا الآن للوثائق المتعلقة بصاحب الطلب. ألف، بالنسبة للأشخاص الذاتيين، نسخة من وثيقة تعريف صاحب الطلب يعني بطاقة الوطنية، نسخة من وثيقة تعريف الوكيل عند اقتضاء، ونسخة المطابقة لأصل الوكالة، يعني شي واحد يلاك واحد وكل واحد آخر، هذه ما تنقول أنا الأغلبية ما غاديش يدير، ما كاين شي واحد غادي يوكل شي واحد آخر باش يمشي يقضي ليه داك الغرض. المهم أنت الآن عندك غير نسخة من بطاقة تعريف الوطنية، وعندك النموذج اللي جبتي من الموقع الإلكتروني وعمرتي. هادو بالنسبة للأشخاص الذاتيين. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، التعاونية والمؤسسات، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، أشخاص هما شنو هما الملف ديالهم، نسخة من النظام الأساسي، نسخة من محضر آخر جمع عام، وثيقة تعريف الممثل القانوني للشخص الاعتباري، يعني داك الممثل القانوني يعني داك المسير ولا رئيس ديال التعاونية، يجيب لينا واحد فوتوكوبي ديال لاكارت، ونظام الأساسي، ونسخة من محضر آخر جمع عام، يعني آخر مثلا الناس اللي داروا الجمع العامة ديالهم في يناير، هذا يناير ديال 2020، تجيب لهم نسخة من محضر آخر اجتماع عام جمع عام، ونسخة من النظام الأساسي، وثيقة تعريف ديال الرئيس ولا المسير، وزائد طلب النموذج الإلكتروني اللي خديتي. هذا هو الملف ديالك ديال التعاونيات. ثالثا، كل وثيقة تثبت الملكية أو الكراء أو كل صلة قانونية لطالب الإعانة بوحدة الإنتاج، عندما يتعلق الأمر بكراء أرض فلاحية يجب أن تكون مدة عقد الكراء لا تقل عن 5 سنوات. أش غنزيدو على هذاك الشيء اللي الأولاني، غادي نزيدو عليه وثيقة الملكية، مثلا أنا فلاح عادي نجيب وثيقة الملكية، كريت ديك الأرض خاصني العقد ديالي يكون فوق من 5 سنوات، هذا هو تنزيدوه في الملف. رابعا، نسخة مطابقة الأصل لشهادة المطابقة أو كل وثيقة مسلمة من طرف هيئة المراقبة والمصادقة تثبت أن المنتوجات المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. هنا واحد النسخة مطابقة الأصل لشهادة المطابقة أو كل وثيقة مسلمة من طرف هيئة المراقبة والمصادقة تثبت أن المنتوجات المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. يعني إذا كانت عندي أنا ديجا كانت عندي شي نسخة من قبل ديال هيئة المراقبة ولا المصادقة على المنتوجات البيولوجية، غادي ناخذ حتى هي وندير نوضعها في الملف، نزيدها في الملف. خامسا، شهادة مسلمة من طرف هيئة المراقبة والمصادقة تحدد مساحة وحدة الإنتاج المخصصة للإنتاج البيولوجي، يعني تنمشي عند الهيئة ديال المراقبة والمصادقة تنبحث عليها فين كاينة، نمشي عند لونسا نقول لهم اودي انا راه بغيت نشتغل انتاج مخصص، شهادة مسلمة من طرف الهيئة المراقبة والمصادقة تحدد مساحة وحدة الانتاج، هما تيجيو عندك تيديروا لك واحد الشهادة تحدد لك المساحة ديالك
ديال هذيك وحدة الإنتاج، وحدة الإنتاج دي يحددوا لك المسافة ديالها. سادسا الفواتير التي تثبت تكاليف المصادقة. فواتير يعني أي فاتورة درتيها أنت، مثلا خلصتي شي تامبير ولا وثائق ولا الملفات، ولا مثلا باش يخرجوا عندك هما طلبوا لك مثلا واحد الفلوس ديال الديبلاسمون ولا بحال هكا، اي حاجه فواتير انت خلصتيها تديرها حتى هي في الملف. سابعا التزام صاحب الطلب بضمان استمرارية النشاط. وحدة الإنتاج وفق نمط الإنتاج البيولوجي موضوع طلب الإعانة لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من السنة الثانية للمصادقة. يعني السنة الأولى، السنة الثانية صدقوا لك على أنهم عطاوك البيو، كدير لهم التزام، كدير التزام على أساس أنك تحافظ على داك الانتاج اللي انت خدام فيه لمدة 5 سنوات. يعني انت خدام اليوم، يعني خاصك 5 سنوات وانت خدام في داك المجال، ما يمكنش انك تخرج منه، وغادي تستافد على 3 سنين منه اللي غادي تستافد. المادة الرابعة، يجب ان يودع طلب الإعانة في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المطابقة، وكل وثيقة تثبت أن المنتوجات محصلة عليها وفق نمط الإنتاج. يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة 6 أشهر في حالات تالية. مني كنجمع الملف ديالي وكنديه للإدارات المعنية، كنحطو على اساس انهم يدرسوه. هنا في هذا يمكن تمديد الاجل مره واحده لمده 6 اشهر في حالة التاليه. هنا ماشي مشكل، هذا الشيء كامل ممكن انك تصغيره من بعد ولا انك تحاول تفاداه. هنا غادي نشرحوا غير النقطه الاخيره والملاحظه. يعني كاين في الماده الخامسه، عند إيداع ملف الطلب الإعانة تسلم الإدارة لصاحب الطلب وصلا باستلام موقع ومؤرخ. يعني انت ملي كتحط الطلب ديالك تعطوك واحد الوصل بالتاريخ وموقع. الشروط اللي ممكن انه يرفضوا لك فيه الملف ديالك، لا يقبل كل ملف غير مكتمل ويتم ارجاعه فورا لصاحب الطلب. يعني الا ما شتيش الوثائق اللي قلنا ديك الساعه نيت ترفضوا لك ديك الساعه. من بعد لمعالجه ملف طلب الإعانة تقوم المصالح المختصه لمديريه الاقليميه للفلاحه وللمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدراسه وثائق الملف داخل اجل محدد بالدوريه المشتركه للوزير المكلف بالفلاحة ووزير مكلف بالمالية، ولا يجب أن يتعدى هذا الأجل في أي حال من الأحوال 3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف. يعني في حالة أنهم استلموا الملف ديالك أنت وخدمتيه مزيان، جميع الوثائق كاينة، الجواب ديالهم لا يتعدى 3 أشهر. يعني ما يمكنش يفوت 3 شهور وغادي يجاوبك. على إثر هذه الدراسة يتوصل صاحب الطلب على أي دعامة تثبت الاستلام. مذكرة ملاحظة، مذكرة الملاحظات تبين عدم مطابقة الوثائق المكونة لملف الطلب لإعانة، وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب الطلب استيفاء الملاحظات المذكورة في أجل لا يتعدى 3 أشهر، وبعد انصرام هذا الأجل يتم رفض طلبه أو رسالة بقبول طلبه تحدد مبلغ الإعانة الممنوحة له. يعني هنا ملي كيجاوبوك الإدارات
كيصيفطوا لك رساله بقبول طلب وتتحدد لك نسبه الاعانه الممنوحه له. ماده 6 تتحدد دوريات مشتركه للوزير المكلف بالفلاحه والوزير المكلف بالماليه لكل نوع من المنتوجات المعنيه وكيفيه دراسه مطالب الاعانه. يعني هذا قرار خاص بالادارات، يعني قالوا لك هنا بان هما كيعملوا الدراسات وكيحددوا النسب ديال الاعانه اللي غادي تستافد منها. ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واللي ما فهمش شي حاجه ممكن انه يخلي لي واحد الكومونتير لتحت. وكندعوكم دائما انكم ديرنا واحد الابوني واحد الجيم. وشكرا، الى اللقاء ان شاء الله في واحد فيديو جديد.